ماما كانت بتعاني من الألم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سلامات. أهلا وسهلا. أهلا دكتورة باسمة، زي حضرتك. تفضل. أهلا وسهلا. صباحك دكتورة باسمة. كنت عم أقول لهم للشباب ولا منا إنه مرات المسمى نفسه بخوف، يعني في كثير من النساء بس مسمى بطانه الرحم المهاجره قادر انه هو يمكن يشكل لها رعب وحاله سلبيه وطاقه انه هي يمكن ما تقدر بعدين تنجب. لو تخبرينا اكثر عن هذا الموضوع. والله الحقيقه انه هذا المرض هو من اكثر الامراض غموضا، ولهلا هم ما بيعرفوش ليش بيصير عند فلاني وما بيصير عند الثاني. نسبه حدوثه مش قليله، واحده من 10 نساء لديها اندوميتريوسيس، وفي ترافق كبير بينه وبين المبيض متعدد الكيسات وبين النساء اللي عندهم نسبة زيادة بالشحوم، وطبعا في نسبة عائلية. أنا حابة اليوم ضيف إضافة جديدة وإشرح شو هو الاندوميتريوسيس، لأنه نحن إذا شرحنا آلية المرض اللي بتصير مع أنه ما بنعرف ليش بتصير، رغم أنه في استعدادات عائلية. والخبر الحلو اللي بدي زف لكم اياه اليوم انه حاليا جرى تطوير فحص دموي، يمكنه بفحص دموي واحد لو انه بكلف 250 يورو خلال اشهر قليله حيكون مطروح بالسوق، وهذا التحليل الدموي حيكون صرخه ممتازه وتقدم طويل يعني كثير منيح لمريضات الاندوميتريوسيس، لانه مريضات الاندوميتريوسيس الحقيقه بيتاخر تشخيصهم بين 7 سنين او 11 سنه. مزبوط. تخيلي انه مريضه عندها اندوميتريوسيس عندها تاخير بالتشخيص 11 سنه وعم يصير الدمار الشامل بالحوض، عم يصير المشاكل بدون ما ينحط تشخيص، لانه التشخيص يتم فقط بالجراحه التنظيريه واخذ بايوبسي من الغرسات اللي بصير. فأنا يا ريت تعطوني مجال أني أشرح آلية المرض وحتى أشرح كيف العلاج. تفضل. حقيقة هذا المجسم هو مجسم الرحم، يا ريت توجهوا الكاميرا عليه. هذا جوف الرحم. هلا نحن في عنا بطانة بقلب جوف الرحم اسمها بطانة جوف الرحم أو الإندوميتريال. هذه البطانة بتهجر بتهرب. ممكن نحن في عنا هدول الأنابيب مفتوحين على الوسط الخارجي على جوف الحوض، تبعد غرسات، هالغرسات هي من البطانة الرحمية من الاستروما ومن الجلاند، بتروح بتعشش برا. ممكن تعشش على المبيض، ممكن بالبرتوان، ممكن تعشش بالمثانة بالمستقيم، حسب مكان تعشيشها تؤدي إلى أعراض. هلأ إيش بيصير؟ كل ما بيصير بيريود بيصير في عنا دورة شهرية، النزف مش عم يكون بس هون، عم بيصير نزف برا. مزبوط. النزف البرة بيساوي حالة التهابية شديدة فعلاً لاضطرابات الدورة الشهرية، بيصير ألم بالدورة الشهرية. يعني هلأ نحن بنقول لهم عادي كل البنات بيتوجعوا، لما بنت بتتوجع بالدورة الشهرية وبتقعد ببيتها ما بتقدر تروح لا على شغلها ولا مدرستها ولا جامعتها، لما بنت بتتوجع من الدورة الشهرية حتى لو كانت لساتها مراهقة بتروح على أقسام الإسعاف، لما نساء عم يدمنوا على المورفين وترامادول بسبب الاندوميتريوسيس ونحن بغباء ما عم نعرف شو بدنا نعمل ولا عم نعرف نشخص. دكتوره باسمه يا ريت تركزي على انا يا ريت تعطيني مجال، لانه انا في عندي كثير شغلات جديده بدي اضيفها لمريضات الاندوميتريوسيس اللي نسبتهم ما قليله. هل النزف اللي عم يصير برا الخلايا بالجسم بدها توقف النزف، فبتجي الليفين والفيبرويد بيحاولوا يوقفوا النزف، شو بيصيروا؟ بصير في عنا تليف بالمنطقة، بصير في عنا ندبات، سكار، التصاقات. هي الالتصاقات لحالها مصيبة وبتعمل آلام. هالالتصاقات هي بتخرب التشريح تبع الحوض يوم عن يوم، شهر عن شهر، سنة عن سنة. هالأنابيب اللي بيتم الحمل بيتم بالأنابيب بهي المنطقة. هي الأنابيب رب العالمين عاطيها طاقة، حتى في كهرباء بتمشي فيها، في أهداب. المبيض بيطلع البويضة من هون، بتلقفها الأنبوب هون، والحمل بيصير هون. هذا وظيفيا تخرب، لا عاد اشتغل، وحواليه التصاقات ما عاد اشتغل. صحيح. صار في عنا عقم، يعني 40% من العقيمات عندهم اندوميتريوسيس. هذا العقم اللي بيصير احيانا، هالانغراسات من سوء حظها كمان بتتجمع بالمبيض، بيصير في عنا كيسات شوكولاتيه. هلا اسم الشوكولاته بنحبه نحن، بس لا، هذا اسوء انواع الشوكولاته، لانه عباره عن دم مخزون متجمع. هالالتصاقات هي الموجوده اذا
كانت عم تتعدى الأربعة سنتي بدنا نعمل لها استئصال، بس حتى استئصالها مع الأسف إنه بعض الأطباء بيطلعوا هيك وبيحاولوا يعملوا عمليات جراحية بدون مبرر، إذا كان مخزون المبيض قليل رح تخسر خصوبتها. أنت ذكرت شيء مهم جدا منا، هي ذكرت شيء مهم جدا إنه أحيانا للأسف إنه النساء اليوم لما تجيهم بعض الأعراض اللي حكتها دكتورة باسمة من آلام أو اضطرابات دورة شهرية أو ألم بالحوض بياخذوا مسكنات الآلام. قد ايه خطر الموضوع منا انه نوعي البنات، نوعي الناس بخطورة المسكنات، انه يلا باخذ مسكن ويلا بخف الألم. يا ريت بس بناخذ مسكنات. هلا نحن شو آلية شفائها هاي؟ هلا نحن قلنا انه عم يصير نزف برا، نحن طالما انا بعمل دور اني سقط كل مريضة بآلية المرض لفهمها ليش بيعطيها انا الدواء. العلاج الدوائي للأندومتريوسيس إني صبت الدورة الشهرية إذا هي ما بدها تحمل، إذا هي لساتها بنت. المشكلة الثانية اللي منعاني منها إنه لما بدنا نكتب موانع الحمل أو في عنا دواء اسمه فيزان ممتاز جدا بيقضي على الآلام، لأنه نحن ما بدنا بقى دورة، لأنه ما عم تنزف جوا، عم تنزف جوا وبرا. ما بدي خربها، ما بدي خرب لها الحوض، ما بدي أعطيها فرصة إنه لما تتزوج تحمل، ما بدي انزع لها وظيفة الأنابيب. تجي إما وخالتها وعمتها، لا أصحك تاخذي حب، روحي لعند غير دكتورة، ما بيصير. ما هاي هي الدواء. أنا بدي فهمك إنه أنا بدي إمنع هالنزف يصير برا، بدي إلجم النزف برا، بدي أعطيك حبوب. في حالات عندي كونترا انديكيشن، في عندي طريقة تانية إذا كانت متزوجة إني ركب لها اللولب البروجستروني، وحتى في لولب جديد بأقل إحداثا للألم ممكن اني ركبه. وهذا اللولب البروجستروني هو البروجسترون هو يعني بكافح الاستروجين، لانه هو هذا المرض مرض معتمد على الاستروجين مثل البنزين ومثل النار. بدي احاول اقلل كميه الاستروجين بالحفاظ على تقليل الشحوم بالجسم، بالحفاظ على في رياضه مهمه جدا اسمها بلاتيليس. هاي الرياضه فيها باليوتيوب تمارين خاصة لمريضات الأندومتريوسيس، في عنا حميات غذائية خاصة لمريضات الأندومتريوسيس خالية من الجلوتين، خالية من السكر، تعتمد على الخضار والفواكه. قبل ما أنا أدخل في مشكلة إن أنا هاكل إزاي وأنا عندي المرض ده، ولا هعمل تمارين إيه وأنا عندي المرض ده، قبليها أنا إزاي أتجنب أصلا المرض ده إنه هو يجي؟ ما فيك تتجنبيه. هذا المرض المرض موجود عن مورثات، يعني هلأ آلية التحليل الحديث اللي رح ينطرح بالأسواق قريبا خلال أشهر إن شاء الله على 2020 كشف إنه في دمار معين بيصير بالصبغيات بالدي إن آ، فقدر يكتشف واسم له ويكتشفه بكير. أنا إذا كشفته بكير جنبت المريضة بالعلاج المناسب إنه يصير هالدمار الشامل عندها. لما بوجهها أهم شيء التشخيص. مشكلة التشخيص إنه بدي لابروسكوبي، بدي أعمل ثقب بالبطن ودخل الغاز وفوت كاميرا وشوف الآفات، مش دائما بتكون عندك الآفات واضحة. الآفات أحيانا بتكون غير نموذجية ومجهرية وصعب كشفها. بس حضرتك خوفتينا من النقطة. وهو صحيح يعني في ممكن يعني نوعا ما يكون في تخوف اذا بدنا نقول والله انه هو صحيح موضوع خطير دكتوره، واحيانا بيجهل البعض منا انه ما يعرف انه هذا المرض معه او هي البنت عندها هذا المرض، لانه احيانا في خلط بين الالام. هيك التشخيص يعني المبكر عم نحكي احنا موضوع التشخيص. التشخيص الاكيد للاندومتريوسيس هو باللابروسكوبي، لكن في عنا طرق عمليه ممكن استخدام الدواء حسب الجايد لاين. في عنا بعض الادويه مثل الفيزان استخدامها لثلاث اشهر، فاذا زالت الاعراض خلال هالثلاث اشهر هذا الشيء بياكد وجود المرض وبيستدعي منا. يعني انا ما فيني اعمل وقايه. هلا في عنا امراض وراثيه مثلا مرض السكر موجود بالمورثات، بس انا فيني اعمل تشينج لايف ستايل. ممكن انا اذا كنت فيتنس عم بعمل اكسرسايز، ما عم خلي وزن الشحوم يزيد عندي، عم باكل اكل صحي، خفف من نسبه الاصابه. بس انا هيك الله خالقني، الدي ان اي تبعي انا ما فيني جنب.
القصة اللي بدي أقولها أنه أهم إشي بالنسبة لنا التشخيص المبكر يا جماعة، لأنه بتبلش الشغلة ألم أثناء الدورة، بتصير ألم قبل الدورة بيومين لأنه بلشت دمار يصير والالتصاقات، بصير قبل الدورة بأسبوع. طب ما دي نقطة مفصلية دكتورة اللي أنا بحاول أناقش حضرتك فيه، أنه كل البنات اللي بيسمعونا أكيد هيفهموا اللي أنا أقصده، أنه حضرتك قلتي من الأعراض اللي بتيجي ألم مثلا أثناء الدورة الشهرية أو ألم في الحوض، بس ده طبيعي بيصاحب؟ لا مش طبيعي بيصاحب. شوفي لقلك ألم عن ألم بيختلف، أنا حكيت بوضوح الألم اللي بيخليكي ما تروحي على شغلك، الألم اللي بيخليكي ما تروحي على مدرستك ولا جامعتك ولا وظيفتك وضلك قاعدة بالبيت وتروحي على أقسام الإسعاف، ما تعتبروا أنه ألم عادي. حتى لو كانت البنت لأنه هو بسن النشاط التناسلي، إلنا نسبته واحدة من 10 نساء فينا مصابات فيه. الألم اللي موجود عند العقيمات، نسبة وجود الأندومتريوسيس عند العقيمات 20%، مش بس بسبب الدمار، مش بس بسبب الالتصاقات اللي بتصير، لأنه في سموم عم تنفرز، في مواد كيميائية عم تخرب حتى نوعية البيوض الموجودة بالمبيض، هي نوعية غير صالحة كتير. فأنا كمان في صرخة تانية بقولها، إحنا حتى لو كان عمرك 25 سنة تأكدي من مخزون البيوض لديك. إحنا في عنا تحليل بسيط ما بيغطي الانشورانس، ما بيكلف كثير، يعني شيء 200 درهم، هذا التحليل اسمه انتي مولاريان هرمون، بيعطينا فكره قد ايه عندنا مخزون بيوض. هذا التحليل لازم انت تعرفي مخزون البيوض، ممكن تعملي خطوه استباقيه، حتى لو كانت الوحده لسه يعني ما لها فكره بانجاب الاولاد وصغيره، عم يعملوا مثلا تخزين البيوض، تجميد البيوض. كمان صرخه ثانيه لازم ولائنا الاطباء، انه انتم ما تتعاملوا مع المريضه حسب موجودات الايكو. هذا المرض قلت لكم مرض غامض وفظيع. تخيلوا انه في ناس يكتشف عندهم هذا المرض صدفه، يعني ما بيكون عندها اي اعراض وبتجيب اولاد ورايحه تعمل عمليه ربط، ملت من كثر الاولاد، بيفتحوا بطنها بيلاقوا انغراسات وبيلاقوا اندومتريوسيس. بالمقابل بيلاقوا وحده عندها غرستين ثلاثه، عندها الام عم تولول وعم تاخذ مورفين لحتى تهدي الامها. فمرض غريب الاطوار لسه ما فهمناه ولا قدرنا، يعني منيح اللي قدروا حيتوصلوا لتطبيق عملي لتشخيص مبكر قبل 11 سنه. المريضه دايره بتروح، مريضه الاندومتريوسيس على فكره بتزور شيء 8 اطباء قبل ما تعرف تشخيص حالتها. وقلت لكم انه في ترافق بينه وبين المبيض متعدد الكيسات، وقلت لكم انه بعض الاطباء بيتعاملوا مع موجودات الايكو اكثر ما يكونوا عم يتعاملوا مع موجودات الانسانه نفسها للحفاظ على خصوبتها. اي عمليه تجرى على المبيض لاستئصال هالكيسه الملتصقه بتخسرنا مخزون المبيض، وممكن انه ترفع عنا الاف اس اتش فجاه ويصير ما في امل بالحمل. فالمهم انه ننتبه على مدارات خصوبه المراه، نعرف كيف بدنا نستخدم موانع الحمل، نعمل حالة حمل كاذبة حتى ما تجي الدورة جوا وبرا، وما إلا لا تاخذي الحمل واصحك وبصير عندك عقد. يعني المشكلة خلي معلوماتكم مو من صيدليتك ولا من جارتك ولا من خالتك، معلوماتك من الطبيبة اللي واثقة فيها. ومهمتنا نحن كأطباء، نحن كمان أحيانا بنكون أطباء التوليد مشغولين. أنا كل مريضة بمسك هالمجسم وتعمدت أني أجيبه معي لأشرح لها أنه هذا النزف اللي جوا عم يصير عندك نزف برا وعم تتدمري، وقفي النزف ما بدنا دورة. بتقولي لا دكتورة ما بقدر أقعد بلا دورة. شو بدك تكملي الدمار الشامل؟ ما بدك حبوب؟ ممكن نحط لك لولب. ما بدك لا لولب ولا حبوب؟ في عنا لزقات، بس أهم شيء أنه تكون هالحبوب محتواها قليل من الاستروجين عالي من البروجسترون. وفي مراكز عالميه متخصصه لمعالجه الاندوميتريوسيس، اكيد عم تعلم العالم، تثقف العالم. مزبوط. كيف احنا بنتمنى دكتوره كيف بدكم تعملوا رياضه. مزبوط. كيف بدكم تعملوا اغذيه، كيف يعني مأساة حقيقية. نتمنى السلامة لكل نساء العالم، بنتمنى السلامة لبناتنا ازواجنا، يعني حديث فعلا مهم جدا. ويمكن امجد بضم صوتي اكيد لصوتك دكتوره، وفعلا قد ايه احنا محتاجين نوعي بناتنا ونوعي نسائنا بخطوره هذا المرض. نورتينا وشرفتينا وكثير استفدنا من معلوماتك، وان شاء الله اكيد رح يكون لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله. نطلع بريك سريع. واي استفسار ثاني انا كمان عندي موقع على الفيسبوك فيه كل المعلومات المناسبه. أكيد. وانا الفجيره مدينه سكنه قلبي، انا بدايتي بالامارات الحبيبه من الفجيره كانت. والله يعني مكانك مطرح. شكرا. أهلا وسهلا. نطلع يلا بريك.